مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم معانا. ويوم جديد زي ما تعودتوا علينا، خلاص بنكون مع حضراتكم يوميا في استاد بلدنا، سواء بنذيع لحضراتكم مباريات الممتاز ب او بيكون حصاد المجاميع الثلاثه. النهارده لسه مستمرين مع حضراتكم اليوم الثالث على التوالي، ومؤجلات الممتاز ب بيستغلوا فتره التوقف الموجوده حاليا بسبب مباريات كاس مصر، وبتتلعب بعض المؤجلات. شاهدنا مع حضراتكم المباراه الاولى، كانت مباراه سيد المحله وشربين، وفوز سيد المحله بهدفين مقابل هدف. امبارح كان لقاء اخر مؤجل، لقاء كان بيجمع ما بين الجونة والألمونيوم، انتهى لصالح الجونة بهدف للا شيء. والنهاردة ثالث مؤجلات الممتاز بمباراة بتجمع ما بين فاركو والمنصورة. مباراة اليوم مباراة مش مؤجلة، ولكن هي مباراة معادة، اتلعبت في الأسبوع الرابع، ولكن حدث خطأ. وادي المباريات متبقي أيضا، مباراة غدا إن شاء الله، مباراة الأولمبي وغزل المحلة أيضا في تمام الساعة 2:30 ظهرا. مباراة اليوم هي مباراة معادة، كان حكم اللقاء أمين عمر، حكم هذا اللقاء في الأسبوع الرابع. المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وأحداث المباراة وأهداف المباراة هي مع حضراتكم. بعد المباراة على فكرة محدش اعترض من الأجهزة الفنية ولا قدم أي اعتراض في اتحاد الكرة المصري، ولكن الأستاذ خالد كامل رئيس لجنة المسابقات في الممتاز بيه، بعد ما وصل له المعلومة دي وبعد متابعته للمباراة، قرر إلغاء النتيجة وإعادة المباراة بسبب أن تم طرد أحد اللاعبين في فاركو، وفضل في أرضية الملعب لمدة ما بين 7 لـ 8 ثواني. وهنشوف أيضا، واللي نبه الحكم على فكرة كان المدرب العام لفاركو، يعني فاركو ساعتها كانت هي المتقدمة بهدف للا شيء، واللي نبه الحكم هو المدرب العام ساعتها كان كابتن مصطفى مرعي، هو اللي نبه الحكم علشان المباراة ما تتعادش. ولكن الأستاذ خالد كامل قرر إعادة المباراة بسبب الخطأ التحكيمي والإداري، وعلى فكرة ده تاني خطأ من نفس الحكم أمين عمر، كان أيضا ليه نفس الخطأ العام الماضي في مباراة الشرقية ونجوم المستقبل، وأيضا كان طرد لاعب واستكمل المباراة وهو كان في أرضية أرض الملعب. والحالة هي معانا هنا، كان حصل اللاعب ده اللي هو كابتن الفريق، كان حصل على الإنذار التاني، وهتلاقوا هو كابتن مصطفى مرعي المدرب العام لفاركو هو بيقول له 2 إنذارين يعني المفروض يستحق الطرد، وده اللاعب بتاعه كان بيهدف ورا الموضوع ده ان المباراه ما تتعادش او يحصل اي مشكله في المباراه، ولكن تم اعاده المباراه. هنتكلم اكتر تفصيليه عن المباراه ومدى صعوبتها، وخصوصا ان فاركو عايز يخش المركز الثالث مكان حرس الحدود والمنصوره بعد سلسله من النتائج السلبيه اخر 3 اسابيع، فالمباراه هتكون صعبه. خلوني في البدايه ارحب بضيوفي الكرام، كابتن مصر كابتن جمال حميد تحياتي واهلا بيك. مالك يا كابتن جمال، في ايه الخناقه ديت اللي احنا الاعتراض ده حضرناها من اول موسم صح. الماتش بقاله كتير قوي متلعب، ده الاسبوع الرابع. اولا برحب بيك، الله يخليك يا كابتن جمال، اهلا وسهلا بيك طبعا، ووحشني. منورنا يا كابتن، كنا مفتقدينك امبارح. وانت ما قدمتنيش امبارح على النهارده. اخر انا ما اعرفش ظروفك يا كابتن، اخر مره ما قدمتش. مشاغلك كتير يا كابتن جمال. مشاغلك كتير يا كابتن. مشاغلي ولا مشاكلي؟ لا مشاغلك يا كابتن. منورنا يا كابتن جمال، تحياتي ليك. برضه واحد من نجوم استاد بلدنا، وبكون سعيد جدا ان هو موجود معانا في التحليل المباراة، كابتن صبري مناوي. تحياتي يا كابتن. الله يخليك يا كابتن. منورنا يا كابتن. ربنا يخليك يا حبيبي، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب وصحه وسلامه يا رب. كل مصر طيبه ان شاء الله. الله يخليك يا كابتن. كابتن جمال، ايه القصه وايه الحكايه؟ يعني خطا تاني مره يتكرر للموسم الثاني على التوالي، وعلى فكره الاجهزه الفنيه ما اعترضتش ولا قدمت شكوى في اتحاد الكوره. بص انا يا رب يكون جمال حمزه بيتفرج بس، لان جمال حمزه ساعات بيبقى ليه اراء لذيذه جدا جدا، لازم ما تعديش كده. قال لك الحكم اولا امين عمر، ده كابتن محمد عمر لاعب اسكو لو تفتكر. عارف طبعا، راس حربه. لا راس حربه جامد، وامين عمر من كان مشروع او مش انا بقول لك كان هو مشروع حكم كويس، وكان مشروع حكم كويس بعد اللقطتين دول. سلفت نفس الخطا برضو، ادى 1 إنذارين وسابه يلعب في الملعب، والفريق الثاني عارف اللي هو شريد دخان كان عارف وسابه عشان النتيجه يعترض. لو خسر يعترض، لو ما خسرش مشيت الموضوع. فما خسر شريد دخان اعترض ورجع لعبه الماتش ثاني. اللي انا عايز اقول حاجه واحده بس، ان خطا زي ده مرتين وانت مشروع حكم كويس، والله ما بيحكم لي امير عمر دوت، بحس ان الماتش سهل جدا في ايديه. انما عنده كل واحد بيبقى عنده خطا معين يا كابتن صبري، يعني مثلا ايه، تلاقي حكم دايما بيحسب فاول اوت دايما، اي حتى لو صح يحسبه، دي عقده عنده. فواضح ان امين عمر لازم حد في المدرجات او حد يبقى قاعد في الملعب جنبه على التراك ينبهه على النقطه دي، للنقطه دي تاني مره، يبقى اذا هو ما عندوش في حاجه معينه بتخليه ينسى الانذارات، يا اما ما بقيتش
يا اما بيأيد بقلم وحش يا اما بيأيد بقى في ممكن اصلا مش عارفين في ورق غامق فما يبانش فيه الارقام. ما هو لازم يكون في حاجه في حاجه ممكن أصلاً. يكون مرتين يا كابتن صبري والمرتين يا كابتن جمال في نفس التوقيت يعني في اخر دقيقتين من زمن المباراه اللي هي مباراه أيوة. النصر ونجوم المستقبل وفاركو والمنصور ايوه فعشان كده الموضوع صعب جدا جدا مع امين عمر فعشان كده انا بقول يعني لازم يبقى معاه حد اليومين اللي جايين دولت في التراك يفكروا او يأيد له ويقول له علشان مش الحكم رابع طبعا يعني ايه بيروح لل مشغول هنا وهنا للبدلاء هنا بيروح البدلاء هنا فطبعا الله يكون في عونه ومراقب المباراه ملوش لازمه اصلا انا عايز اعرف انا عايز الغي حته مراقب المباراه ده بيعمل ايه يا كابتن صبري؟ ما بيعملش حاجه خالص بيجي قبل الماتش يقعد يشرب شاي حلو ويقول للفريقين ازيكم اخباركم ايه ويفضل قاعد على الكرسي يفضل يأيد اللي الحكم بيعمله وبعدين يلاقي خناقه يكتبها ما خدوش بيه يقول لك لا لا انت مالكش لازمه احنا بناخد براي الحكم بس طب ايه لازمته بقى؟ طب ما الامن هو يامن الملعب ويامن كل حاجه خلاص. بص يا كابتن جمال هو الحكم ساعه المباراه هو الملك بتاع المنطقه دي كلها مش المراقب لكن هو ممكن ياخد من المراقب كلمه يقول له الغي الماتش او استمر يعني انما هو الحكم هو المفروض اللي بيتكلم الكلام ده ماشي. بالنسبه طب هو لو المراقب قال له الغي الماتش وما لغاش الحكم يقول له لا 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 لازم يلغي طبعا امال هو يعني تبقى في طب ايه الماتش اللي اتلغى في حالات يعني ساعة ما ابتدينا الماتش اتلغى يا كابتن انهي ماتش؟ قول لي ماتش اتلغى ما انا هقول لك بص يا كابتن جمال بالنسبه للحاله بتاعت هذا الحكم يعني الحكم ده شخصيه طيبه جدا ويمكن يا كابتن فايز جت معاه مرتين يعني يعني بالصدفه الغريبه واللي ساعد على كده فريق المنصوره انت حضرتك بتتفرج على فريق المنصوره كتير انا اتفرجت عليه ما فيش ماتش يا كابتن السنه دي الا بيعملوا مشكله لو دخل فيهم جول لو ليهم اوفسايد لو عليهم اوفسايد على طول فريق المنصوره نيرفس جدا وبي بي بي يعني بيكهربوا اي ماتش بصراحه يعني وده من ضمن الماتشات اللي اتكهربت انا اتفرجت عليه انا ما اعرفش كنت معاكم ولا كنت في البيت اتفرجت عليه فيعني الماتش كان كان صعب جدا وقف 50 مره وحاجات زي كده يعني ففريق المنصوره السنه دي يعني يمكن هم الفريق اقل شويه من السنين اللي فاتت ولا حاجه في المستوى وكده لكن فهم السنه دي بيعملوا مشاكل عايزين يكسبوا بالعافيه عايزين يظبطوا الدنيا المهم يعني ان في مشاكل بتاثر على سلوك الحكم فممكن يعني بالصدفه انها التوترات واللي حصلت بالظبط ان هو حصلت مع هذا الحكم صبري يعني الحكم بالذات دي يعني اخطاء المفروض يعني ما تعديش عليه حكم تاني ماشي يا كابتن صبري المفروض ما تعديش عليه تاني ده انت شفت الماتش ده انت شفت الماتش ده هنا احنا هنا وانا شفته يمكن في البيت او هنا معاكم فانا بقول لحضرتك يا كابتن جمال ان الماتش ده اتوقف اكثر من 10 ماتشات وبعدين شوف كميه التشويح وكميه الكلام بتوع من لعيبه المنصوره يعني فممكن الماتش بس يكون خرج من الراجل او يعني هربت منه الحته دي بس يعني وبعدين كان في سنه اللي فاتت ماتش مشابه فاحنا مش عايزين لان هو الولد كويس جدا وحكم كويس بصراحه هو حكم لي قبل كده على فكره كتير واي حكم على فكره يا كابتن فايز دلوقتي من كتر الماتشات احنا بنتخيل ان الحكام واقعين في مطبات عاليه لكن انت بتتفرج على بيتلعب في مصر دلوقتي 6 ماتشات في اليوم 3 او 4 في الدوري ممتاز و7 تحت صح فانت بتقعد تتفرج على اخطاء كتيره جدا لكن انت لما كنت بتتفرج على ماتش في الاسبوع بتلاقي خطا واحد فالحكام هو ده اللي بيتسلط عليه بالظبط كده يعني. طيب نروح لمراسلنا احمد ابراهيم اللي موجود في الملعب الفرعي لبرج العرب قبل مباراه فاركو والمنصوره هنشوف لقاءات ما قبل المباراه ليك كابتن فايز وضيوفك الكرام تحياتي ليك كابتن فايز وضيوفك الكرام مباراة من العيار الصغير مباراة معادة من الأسبوع السادس مباراة بين فاركو والمنصورة يسعدنا أن نلتقي مع الكابتن خالد عبده مدير الكرة بنادي فاركو كابتن خالد مباراة النهاردة معادة مع فريق المنصورة بعد أحداث كانت مرت بها وخطأ تحكيمي المباراة بتتعادل النهاردة لكنها يعني نزير بثلاث نقط مهمين جدا لنادي فاركو في راكب اللحاق بسباق المقدمة طبعا اكيد هي مباراه مهمه جدا انت عارف مباراه معادل الخطا الفني اللي حصل في المباراه اللي فاتت مباراه بالنسبه لنا مهمه جدا بنلعب فرقه محترمه ونادي كبير واسم كبير نادي المنصوره مباراه كان لها ظروف خاصه شويه ويمكن هي صعوبتها جايه من الاحداث اللي حصلت في المباراه اللي فاتت مباراه بالنسبه لنا مهمه جدا احنا عندنا 21 بونت بيننا بالاول 8 بونت ولينا ماتش بتاع النهارده ربنا لو كرمنا ان شاء الله هيبقى الفرق
5 بونت، فمباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، مباراه عنق زجاجه ان شاء الله هي تحطنا على السكه الطبيعيه نادي فاركو، نرجع لوضعنا الطبيعي، المنافسه ان شاء الله على الصعود لدوري ممتاز ان شاء الله. يمكن يعني مع 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 شهر يناير في انتقالات وفي انتدابات وفي مكانين فاضيين في القائمه عندكم، هل في اخبار عن اي صفقات جديده؟ اه يعني احنا بالفعل شغالين طبعا، احنا مكانين، احنا مقادين 28 لعيب لينا مكانين شغالين، في قدامنا اكتر من اختيار، بس لسه طبعا كابتن خالد ولسه مجلس الاداره ما استقرناش على الاختيارين هيكونوا مين، لكن شغالين طبعا وفي خلال اسبوع بالكثير ان شاء الله. يعني ترشيحات كده؟ لا طبعا صعب، احنا الامور عندنا بتبقى سريعه جدا لما ربنا يكرمنا وبنتم الموضوع، اللاعب يوقع بالفعل ويبقى اوراق بالنسبه لنا مستوفيه، بنعلن طبعا على اللعيب ان شاء الله يعني. بالتوفيق يا كابتن. شكرا شكرا شكرا. كابتن فايز سعدنا نلتقي مع الكابتن ابراهيم حسن المدرب بفريق المنصوره. كابتن ابراهيم، مباراه معاده النهارده لكن ثلاث نقاط مهمين جدا لفريق المنصوره، وتصحيح يمكن بعد سلسله من المباريات او من النتائج اللي مش جيده بالنسبه لفريق المنصوره. يعني يمكن طبعا مباراه، طبعا زي ما حضرتك قلت مباراه مهمه، موقع الفريقين طبعا في الجدول مش ولا بد شويه. بنامل النهارده ان شاء الله ان احنا نقدر نحسن موقفنا في الجدول. عندنا 17 بونت وفاركو عنده 21 نقطه، يمكن ان شاء الله النهارده قدرنا ان شاء الله النهارده وكسبنا المباراه نضيف لنا ثلاث نقاط، وان شاء الله نعدي ممكن مركزين كمان ان شاء الله لفوق شويه، ونقدر نحسن شكلنا اكتر، واللاعيبه ان شاء الله ترجع لها الثقه في نفسها، ونستعد كثقتنا برضو احنا كجهاز فني برضو، ونحسن وضعنا وان شاء الله نرجع نواصل ان شاء الله انتصاراتنا ان شاء الله. هل في اي تدعيم للفريق في يناير؟ والله طبعا هو في يمكن ان شاء الله برضو في 2-3 لعيبه برضو احنا بنحاول برضو نشوف بعض المراكز اللي احنا محتاجينها ان شاء الله كده. في اسماء يا كابتن؟ لا ما فيش طبعا لسه اسماء محدده وكده، لكن ان شاء الله يكون في لعبه تكون اضافه للفريق ويعوضوا نقص ان شاء الله في الفريق ان شاء الله. توفيق يا كابتن. شكرا شكرا. عوده ليك كابتن فايز ومشاهدينك الكرام، مباراه يعني تنذر بان هي مباراه حاميه جدا، مباراه من العيار الثقيل، نتمناها مباراه ممتعه لكل مشاهدي قناه المتعه والرياضه والرياده قناه انهار رياضه. شكرا مراسلنا احمد ابراهيم على اجراء هذا اللقاء، وكلا الطرفين شفنا هنا وشفنا هنا، الفريقين طمعانين في الثلاث نقاط، ثلاث نقاط مهمين جدا، المنصوره عايز يصل للنقطه 20 وفاركو ايضا عايز يصل للنقطه 24 ويتخطى حرس الحدود ويكون في المركز الثالث، فالطموح عند كلا الفريقين طموح موجود وطموح قوي جدا. نتمنى ان شاء الله ان المباراه تنتهي بفوز احد الفريقين عشان التعادل مش هيفيد. طيب كابتن جمال، قبل ما نروح ونشوف برضو منشيتات استاد بلدنا، جهاز فني جديد لفاركو خصوصا في المباراه دي، يعني المنصوره نفس الجهاز الفني كابتن ياسر الكناني، فاركو غيره، كان كابتن مشير في الاول معاهم في الاسبوع الرابع، بعد كده جه كابتن خالد القماش، ده هيفرق في مباراه اليوم؟ خليني اقول لك ان وانت وان الماتش ده ما اتلعب الاول كان منصوره فوق تاني او الاول حتى والتالت، وفاركو كان في ال 14 وال 13. النهارده الماتش بيتلعب فاركو الرابع والمنصوره الثامن، سبحان الله يعني. حلو الموضوع صح. قلب يعني، انا كنت يعني المنصوره كان عايز الماتش ده يكسب عشان يخش مع الرجاء في المركز الاول، وفاركو كان نفسه يكسب عشان يخش العاشر ال 12 بالثلاثه بونت دول. فالنهارده بعد كم ماتش معدوا بقى فاركو بعد تغيير الجهاز الفني، وطبعا الله يكون في عون الكابتن مشير عثمان، وصل خالد القماش وصل الرابع، ودي حاجه جميله جدا ان خالد القماش طلع بيهم المركز الرابع، والمنصوره نزل للمركز الثامن بعد ما كان الثالث. صح. مع تثبيت المدرب، فحاجه عجيبه جدا، احنا بنتكلم دلوقتي على الاستقرار. صح. صح. الاستقرار في نادي المنصورة خلاه في المركز الثامن، التغيير مدربين في نادي فاركو خلاه في المركز الرابع من ال 14. إذا الكرة في مصر، الكرة في مصر غريبة جدا. يعني الاستقرار يعني هو اللي رجع فيه. فاركو طلع من المركز من ال 14 للرابع علشان إيه؟ استقرار. صح. والمنصورة نزل عشان بيغير، لا ده احنا دلوقتي بنتكلم في حاجة تانية خالص، اللي غير طلع فوق واللي ما غيرش واللي عمل استقرار نزل تحت. فدي يعني نقطة محيراني جدا، مش عارف الإمكانيات يا كابتن جمال. اتفضل. الإمكانيات. الإمكانيات كانت مع كابتن بشير عثمان. معلش ما ممكن يعني أنا مش بتكلم على كابتن بشير عثمان، أنا بتكلم على التغيير نفسها. الفكرة بتاعت التغيير، عدم الاستقرار الفرقة عليت، بالاستقرار الفرقة نزلت إزاي؟ المفروض بالاستقرار مع ياسر الكناني في الأول كمان، لأن كل الدعم لياسر
فطبعا كابتن صبري جاوبني يعني. المنصوره السنه دي برضه كابتن جمال مش زي كل سنه بصراحه يعني. طب كانت الاول ليه في البدايه؟ انا شايف في فرقه جامده جدا في المجموعه دي. انا شايف ده منهور فرقه جميله جدا. شايف كفر الشيخ فرقه كويسه. البلديه حاجه على فكره، احنا ما فيش حد بيتكلم على البلديه كتير. لا والله كان بنتكلم كابتن رمضان عامل، مش قصدي يعني انا قصدي ان البلديه ده كمين لوحده ده. ففي فرق كتيره جدا يا كابتن فايز، انا بيتهيألي كده ان في فرق كتيره جدا طبعا. فاركو حرف. وفي في فرقه هتروح كوم حماده وهتكسب بسهوله، او الفرقه الثانيه اللي جنب كوم حماده دي اسمها ايه؟ الشربين. لا لا لا، كوم حماده. كفر الشيخ. لا، في فرقه ثانيه صغيره كويسه جدا وبتعمل نتائج كويسه جدا. فيعني يعني انا قصدي اقول لحضرتك ان في المجموعه دي فيها كرنس، فيها الغام. لا لا لا، الكرنس لوحدها. ميال بحيره. بدر الحريه. بدر. ده منهور كوم حماده. بدر يا كابتن. بدر والحريه والحته دي. وطبعا انا مش هنسى رجاء، ومش ده حته مطروح بقى حاجه ثانيه. طبعا. فهي الكلام يعني الامكانيات برضو السنه دي في 3 4 لعيبه كويسين. بس دول مش كفايه. زمان يا كابتن فايز اما كنا نيجي نلعب المنصوره في اي موقف طبعا، او اي موقع يعني، بتلاقي 15 لعيب جامدين جدا. 15 لعيب جامدين جدا يعني، ولاعيبه موهوبه وحريفه ومعروفه وكده يعني. فهو ربنا يكون في عونهم طبعا السنه دي يعني. طيب خلونا نشوف مانشيتات استاد بلدنا في ايه النهارده، وناخد راي كابتن صبري وكابتن جمال على مانشيتات استاد بلدنا. وفي خبر متعلق بنادي الترسانه برضه هاخد راي كابتن جمال عبد الحميد فيه، ولكن بعد نشوف التقرير. مؤجلات القسم الثاني تتواصل اليوم بمباراة فاركو والمنصورة. سيناريو القناة يتكرر مع الشواكيش في فترة الانتقالات الشتوية. الأولمبي وغزل المحلة جاهزان للمواجهة المرتقبة غدا. الرجاء يعسكر في اسكندرية استعدادا لحرس الحدود في الجولة 13. صيد المحلة يصرف مستحقات لاعبيه بعد الفوز على شربين. ديروط يستعد للأسيوطي بفوز ودي على الولادية. تفاؤل في الجونة بعد الفوز على الألمونيوم واقتناص المركز الثالث من سوهاج. غول أسوان وكشري بني سويف في طريقهما للانضمام للبداري. محافظ كفر الشيخ يمنح النادي 5 ملايين جنيه منحة لتحفيزه على الصعود للدور الممتاز. كابتن صبري هبتدي معاك، وهبتدي باخر مانشيت محافظ كفر الشيخ اللي هو سيد نصر، واللي عودنا من بدايه الممتاز بيه ان هو بيدعم كفر الشيخ سواء بالمكافئات الفوريه او تواجده في التدريبات والمباريات. لا، ده في حاجه زياده، هيمنح كفر الشيخ مبلغ 5 مليون جنيه لدعم النادي بشكل عام بالبنيه التحتيه، باقامه مبنى اداري، باقامه فندق للاعبين، صاله طعام. وده طبعا شيء يشكر لمحافظ كفر الشيخ. يا كابتن صبري بصراحه نادي كفر الشيخ وشعب كفر الشيخ نفسه المفروض يكون فخور بهذا المحافظ. لان انا كنت مع حضرتك قبل كده كابتن فايز من بدري خالص، صح؟ وكان في ماتش بيذاع لكفر الشيخ وهو كان موجود، وانا كنت قريت قبل كده ان هو بيقول لهم اكسبوا تاخدوا فلوس في اوضه اللبس يعني. مظبوط، وبيحصل بالظبط. فمشي هو كويس حتى شويه يعني، لدرجه ان كفر الشيخ مره خسر ومع ذلك جالهم الماتش اللي بعديه يعني. هو ما تخلاش ولا كان بيمثل ولا لا، ده هو قلبا وقالبا مع هذا النادي يعني. فالمفروض اللعيبه يعني لازم يستغلوا هذا الموقف السنه دي. الكلام ده ما بيتعوضش ممكن أكابتن. في حركه تنقلات نلاقيه في حته ثانيه. كابتن فايز في محافظين ما لهمش دعوه بالانديه خالص ولا بيتكلموا على الانديه، يقول لك انا عندي الشعب بتاعي، مع ان ده من ضمن الحاجات بتاعه الشعب نفسه يعني. تمام. فارجو ان لعيبه كفر الشيخ ونادي كفر الشيخ يستغل هذا الكلام يعني. طب كابتن جمال، عايز برضه اخد حضرتك في مانشيت اخر متعلق بنادي الترسانه وكابتن هشام زكريا كمدير فني سابق لنادي قناه، وفي احدى المواسم مشى 8 لاعبين او 9 لاعبين. واضح ان السيناريو ده هيتكرر السنه دي، علشان في 4 رحلوا بالفعل ورحلوا انديه ثانيه، والانديه الثانيه اعلنت عن انضمامهم، وفي 4-5 كمان في الطريق. هل ده وقته؟ وهل نادي الترسانه يقدر يستغنى عن 19 لاعبين؟ بص، خليني اتكلم على كابتن هشام زكريا بوضوح. انا لو كابتن هشام زكريا جاب اللعيبه ديت وعمل بيهم فتره اعداد ومشاهم، انا اقول له انت
يعني لو مشى واحد ولا اتنين بيبقى يطلع في فعلا في واحد ولا اتنين بيبقى مصاب ومفيش حد بيعرف اصابته وبيحاول الولد يدوس على نفسه عشان يتأيد وبعد التأييد بيبقى مصاب. فقول له كابتن هشام انا بعذرك انما تمشي تمانية مش بعذرك لان انت اللي جايبهم. انما هشام زكريا جه على الترسانة واللعيبه متجابه فما يمشي 20 حتى انا معاه مش ضده انا معاه. بس هيعرف يكمل الموسم؟ ماليش دعوه انا معاه طالما هو شايف ان في ناشئين يقدروا يسدوا شايف ان هو التمانية دولت ما 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 ما, ما بيعملوش التكتيك بتاعه شايف ان التمانية دولت بيعملوا له زيطه في الفرقه مش هيستفاد منهم طول الموسم فانا معاه. انما لو هو اللي جايبهم طبعا ما كنتش هبقى معاه اقول له انت جايبهم ليه طيب؟ هو عشان تمشيهم يعني انت بتكلف نادي الترسانه كل الفلوس ديت تيجي تقول انا همشي انما هو دلوقتي عشان هو اللي ماسك الفرقه بعد فتره الاعداد وبعد تنقيه اللعيبه فانا بقول لك يا فايز انا معاه 1000% لان ساعات انت كمدرب بتروح فرقه من نص الموسم بتلاقي عصابات وشلل ولعيبه متدلعه ولعيبه اساسي ما بتجيش التدريب علشان بتلعب الموضوع بيبقى صعب جدا فبتحاول تقطع علشان كل اللعيبه تستفاد منها. فانا معاه في الثمانيه بتوع في الاربعه بتوع الترسانه وانت بتقول ممكن يمشي اربعه كمان خمسه تانيين اي حد يمشي انا معاه ليه؟ لانه مش هو اللي جايبهم. طيب لو هو اللي جايبهم كنت هبقى مش معاه وابقى ضده علشان طيب. انت جايب انت اللي منقيهم. طيب الاربعه الخمسه اللي مشوا دول يا كابتن جمال وتم اعلان ان هم تموا التعاقد في انديه اخرى انديه كبيره يعني انديه فيها امكانيات وبتنافس على الصعود يعني عندنا حمدي عبد الرحيم المهاجم راح سيراميكا عندنا حارس المرمى ديدا راح نادي مصر عندنا مؤمن دبور راح المريخ يعني ثلاث اسماء دول راحوا انديه بتحاول الصعود فواضح ان برضه اللعيبه كويسه جدا جدا واساميهم في الدوري الممتاز بيه حلوه جدا. طيب. بس ساعات بيبقى لعيب كويس قوي واحنا بنشوف في الدوري الممتاز لعيبه عالميه ولعيبه كويسه جدا ورغم ذلك المدرب ما بيلعبهمش وبيحاول بيقول لك انا عايز ابعتهم اعاره او ما اجيبهم ما يبقوش معايا مره ثانيه ساعات ممكن اللعيبه ديت هي اللي بتعمل له مشاكل في الفرقه ممكن تكون بتعمل له مشاكل هو حاسس ممكن هم ما يكونوش بيعملوا مشاكل بس هو حاسس ان هم بيعملوا مشاكل فبيقول لهم لا لو تمشوا يبقى احسن. فطبعا الانديه الثانيه بص طالما راحوا بسرعه الانديه ديت طالما راحوا بسرعه الانديه دي بسرعه بسرعه جدا اذا هم كانوا بيتفقوا مع الانديه ديت فبيلعبوا مع ترسانه وحش الانديه دي بتتفق معاهم دي نقطه مهمه فبيلعبوا بقى اي كلام وممكن ما يجوش في التمرين وقرفانين وهم داخلين النادي فبالتالي هو قال لك خلاص استريح منهم وتفضلوا مع السلامه مش عايزكم. فهم دلوقتي في ثانيه راحوا الانديه الثانيه اذا كانوا بيتكلموا مع الانديه الثانيه قبل ما يمشوا بنادي الترسانه عشان كده هو بيريح نفسه وانا بصراحه يعني ما اقدرش الومه يعني تمام وما اقدرش الوم اللعيبه برضه لان اللعيبه ممكن يكون جالها فلوس اكتر في الترسانه وما بتاخدش فلوس نادي الترسانه. الموضوع كله ان كل واحد بيحب يبقى هو او ما بيغلطش نفسه بس اللعيبه ممكن تكون ما بيغلطش نفسها وكابتن تمام هشام زكريا ما بيغلطش نفسه. طب كابتن صبري يعني برضه هتكلم وجهه نظر ثانيه طب اللعيبه دي طلبت بمستحقاتها مره واثنين وثلاثه وما خدتهاش فبالتالي قالت لك لا ما يعني ولا بلعب ولا باخد مستحقاتي لا انا امشي واروح للنادي ثاني فيه استقرار وفيه فلوس. لا ده في نقطه كمان يا كابتن فايز على الكلام اللي حضرتك قلته ان كابتن هشام زكريا عصبي شويه في المعامله مع اللعيبه اللعيب اللي هو مش شايف ان هو يعني يمشي معاه بيتعامل معاه بطريقه ثانيه خالص يعني عصبيه شويه. ممكن في لعيبه قليلين جدا اللي هو بيتعامل معاهم كويس وده على فكره يعني ده يعني في مجال التدريب موجود جدا يعني انا نظرتي غير الكابتن جمال غير حضرتك غير فكل بس هو بيتعصب شويه مع اللعيبه اللي ما بيأذوش اللي هو عايزه يعني. فطبعا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام سليم 100% لكن في بعض اللعيبه السنه اللي فاتت وقبل كده في انديه اخرى يعني برضه طلبوا يمشوا من الفرق اللي كان فيها كابتن هشام. طبعا انا اسف جدا انا بقول حاجه زي دي بس انا بتكلم في حقائق يعني ان المشكله اولا انت هتمشي حد هتمشي اربع لعيبه دلوقتي ومفيش استبدال هو هيمشي هو اربعه مشوا بالفعل وفي اربعه خمسه كمان هيمشوا كويس مفيش استبدال وانت مثلا عندك اثنين ثلاثه اللي هجيبهم يعني والدوري طويل والدوري هيشتغل زي ما اشتغل في الدور الاول بنفس الاوقات الزمنيه الضيقه دي هتعمل ايه؟ هتطلع ناشئين الناشئ عشان يعني ما تظلموش يعني الناشئ فتره اعداد مش اعداد بس يا كابتن انت لازم تجيب الناشئ ده
تقعدوا معاك على الدكه مثلا ماتشين ثلاثه، تنزلوا اخر خمس دقائق في ماتش كويس عشان ناخد حساسيه الموضوع وحاجات زي كده. فالموقف صعب جدا يعني. طيب خلونا نشوف كاميرتنا، كاميرا استاد بلدنا كانت موجوده بالامس في التدريبه الاخيره لفاركو، صورت مع الجهاز الفني واللاعبين توقعاتهم عن مباراه اليوم. خلونا نشوف التقرير ونرجع نكمل مع منصور. فرقة جيدة، كان غايب عنها اثنين لعيبة كويسين جدا المباراة اللي فاتت، كان كريم عاشور او كالوشا كان راس حربة، فبالتالي متابعهم وعارف نقطة ضعف والقوة عندهم. فبالتالي انا شايف ان المباراة هي الناس ممكن تقول الاولمبي كسب ثلاثة، فمباراة سهلة ابدا، المباراة صعبة جدا علينا. اتمنى للفرقة المغلوبة، اتمنى بتدخل بمعنويات جديدة وفي لعيبة جديدة او لعيبة تدخل على الفرقة، فبالتالي المباراة اتوقع انها صعبة جدا، على الرغم ان دي مباراة معادة مرة اخرى قبل كده اتلعبت 1-1 فخطأ قانوني فتعادل المباراة مرة ثانية. فانا شايف فرصه للاعيبه نادي فاركو لينا احنا ان احنا لو ربنا كرمنا هنعدي حرس الحدود، فبالتالي نبقى ثالث يبقى دخلنا بشكل شبه رسمي او رسمي، احنا بننافس طبعا برضو لكن قربنا كتير على الفرق اللي فوق، وبالتالي فيها هيلعبوا بعض الاسابيع اللي جايه، فبالتالي انا شايف انها فرصه طيبه جدا جدا يجب ان احنا ما نضيعهاش من ايدينا باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه يعني زي انا دايما متعود ما بحبش اقول على حاجه صعبه طالما ربنا موجود، ان شاء الله ربنا ييسر لنا الامور ان شاء الله وناخد الهدف اللي احنا عايزينه من مباراه المنصوره 3 بونت ان شاء الله. مباراه وادي دجله خلاص صفحه واتقفلت، وما فيش شك ان اللعيبه اكتسبت خبرات من المباراه ديت، وبنعتبرها صفحه وخلاص، واحنا بنفكر دلوقتي في المرحله اللي جايه اللي بدايتها من ماتش المنصوره، مباراه مؤجله مهمه جدا جدا بالنسبه لنا، هتقربنا قوي قوي من المنافسه اللي احنا اصلا بنطمح ليها واللي احنا ما لناش هدف غير ان احنا ان شاء الله نصعد. فبالتالي ما عندناش هدف بكره ان شاء الله غير ان احنا ناخد 3 بونت. نتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفق المجموعه اللي ان شاء الله هتبدا بكره والمجموعه اللي موجوده كلها، ونقدر ان شاء الله نحقق الهدف ده بكره ان شاء الله. مباراه صعبه جدا، فرقه المنصوره نادي كبير ونادي محترم وفرقه من الفرق اللي بتنافس معانا على الصعود للدوري الممتاز. المباراه برده لها اهميه خاصه، انت عارف ان المباراه معاده، فمباراة صعبة جدا، مباراة جلا، احنا بالنسبة لنا لازم نكسب ان شاء الله باذن الله ونتوفق في المباراة دي عشان نقدر نضيع الفارق مع نادي الرجاء ونادي البلدية دلوقتي متصدرين الجدول. نادي المنصورة برضو يهم انه يقرب شوية، فمباراة صعبة طبعا، وربنا يكرمنا ان شاء الله يبقى موفقين فيها ان شاء الله باذن الله. اعتقد مباراة الغد مباراة قوية جدا في المجموعة، في مطبات في طريقنا، اعتقد مباراة بكرة مطب كبير ان شاء الله، نتمنى من الله ان احنا نكسب المباراه. مجموعه الخبرات طبعا بتفرق مع الفرقه دي وهتفرق في، بس مش هتفرق دلوقتي ان شاء الله، تفرق في اخر 10 15 ماتش. الدوري لسه طويل قوي، احنا لسه فاضلنا حوالي 22 مباراه، فاعتقد ان شاء الله الخبرات دي هتفرق وهتساعد فرقه فاركو ان احنا نوصل. طبعا ماتش بكره ماتش ليه يعني حسابات خاصه طبعا، بعد عدت الماتش كان تعادلنا طبعا واحنا بننافس طبعا في بدايه الدوري، وفي طبعا فرق بتاع 8 بونت، فبكره هيدخلنا بنسبه كبيره في المنافسه من مره ثانيه بعد سلسله تعادلات وخساره بتاعت اللي قبل كده، فان شاء الله اكيد هيبقى ماتش مهم جدا. طبعا ما فيش شك، يمكن بعد مباراه الكاس يمكن الناس كلها شافت ان احنا عملنا اداء كويس، الناس كلها اتكلمت على فريق فاركو، عشان طبعا انت عارف وانت شفت طبعا لفريق فاركو فيه لعيبه كتيره من الدوري الممتاز ولعيبه خبرات طبعا. قفلنا صفحة الكاس خالص ومركزين دلوقتي في ماتش المنصورة، مباراة صعبة ومعاهم جهاز محترم طبعا، زي ما انت قلت برضو المباراة دي بتقربنا من القمة يعني من الرجاء، يمكن الفرق دلوقتي حوالي 8 بونت، لو ربنا أراد بإذن الله وكسبنا هيبقى الفرق 5، والمباراة اللي بعدها عندنا على ملعبنا برضو، فاحنا واخدين كل مباراة يعني أكنها مباراة كؤوس، فان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ونعمل نتيجه كويسه بكره ويكون التوفيق محالفنا ان شاء الله. بشكر طبعا مراسلنا ممدوح الكواليني اللي اجرى اللقاءات بالامس والتدريبه الاخيره لفاركو قبل لقاء اليوم امام المنصوره. بالفعل وصل لنا تشكيل الفرقتين، خلونا نتكلم في تشكيله فاركو الاول مع كابتن جمال عبد الحميد ونشوف التغييرات والتبديلات اللي عملها كابتن خالد القماش بعد خسارته الاخيره من وادي دجله في كاس مصر في دور 32 كاس عبور لان بثلاث اهداف مقابل لا شيء. وكابتن جمال لو ينفع تقول لنا التشكيله عشان هي معانا على الهواء. هو محمد العربي ايه ده؟ لا ده احمد فوزي. احمد فوزي حارس مرمى، محمد سعيد، هاني السيد، سعد محسن، اسامه رجب، دولت خط الدفاع. تمام. في الديفندر اسلام رشاد ومحمد عبد الستار، قدامهم محمد عبد السلام وعلاء شعبان، معتز اينو، حماده يحيى حارس راس عربه. تمام.
هو بس علشان انا كنت بقرا التشكيل من بتاع السنه اللي فاتت اتغير كتير قوي. بتاع الاسبوع اللي فات. طيب بص يا كابتن جمال، توضيحيا عوده احمد فوزي حارس المرمى، هو كان بيلعب بحارس مرمى في كاس مصر مختلف، كابتن خالد القماش كان بيلعب بمحمد العربي، رجع احمد فوزي الحارس الاساسي. ادي واحد ده رجع. هاني السيد بيلعب. طيب وسعد محسن برضو رجعه. ايوه سعد محسن، او كان مصاب او كان عنده ايقاف، رجع مره اخرى لخط الدفاع. مكان مين؟ مكان هاني سامي. سعد مكان طارق سامي. تمام، ادي اثنين. وبعد كده كله اساسي، وغير بدل اسلام جمارك حط حماده يحيى الهداف بتاعه برصيد 5 اهداف. يبقى 3 لعيبه متغيرين. اذا هو بس 3 لعيبه اساسيين معاه في الدوري. ممكن يكون نشوف كده الاعدادي يشوف لنا هل هم عندهم كانوا ايقافات ولا مريح. ايقافات او لا، في اسلام جمارك بتهيألي عمل مشكله الماتش اللي فات واتطرد، يا اما خرج بانذارين فعشان كده رجع حماده يحيى اساسي. ممكن تمام. فما فيش اي مفاجات في التشكيل؟ لا ما فيش مفاجات. اصلي اما اجي اغير يعني حارس المرمى دوت بيبقى بلعب زي نادي سكه الحديد. بس جمارك في البودره يا كابتن جمال، اخر واحد في البودره. طيب فهو وجهه نظر فنيه. يبقى عندنا نادي سكه الحديد بيلعب عاطف، لو شفنا محمود عاطف لعب ماتش الاتحاد اللي هو الكاس بيلعب، وابراهيم شعليله في حراسه المرمى بيلعب الدوري، يكون الكابتن خالد القماش بيلعب محمد العربي في الكاس وبيلعب احمد فوزي في الدوري عادي، على ان احمد فوزي خبره. حماده يحيى هو هداف 5 اهداف الفرقه يعني. فاعتقد ان هو الماتش النهارده صعب جدا، فعشان كده ممكن اللي ابتدى بحماده يحيى. طيب مكان معتز اينو، يعني احنا متعودين على معتز اينو دايما ديفندر، ولا هو بس على الورق كده؟ لا على الورق طبعا 100% يعني. يعني هيلعب جنب محمد عبد الستار. احنا متفقين المدربين ساعات بيبعتوا اي تشكيله عشان يلاقي خد 11 وخلاص عشان يلعبكوا الفرقه الثانيه. وبعدين ممكن يكتب مثلا حارس مرمى رقم 1 ويجيب الراس الحربه حماده يحيى رقم 2، فتقول لي ده حماده يحيى لعب باك رايت ولا ايه؟ يعني هم بيخمونا. فاعتقد لا اينو طبعا ديفندر، هيلعب ديفندر جنب محمد عبد الستار. طبعا محمد ستار ديفندر وجنبيه دايما اينو، عشان اينو اللي بيطلع لقدام اكتر. طيب نروح لكابتن صبري ونشوف معاه تشكيله نادي المنصوره، بصراحه فيها مفاجاه النهارده. يعني المنصوره اخر ماتش تابعناه مع حضراتكم خسارته من الاولمبي ب3 اهداف مقابل لا شيء. كابتن ياسر كناني النهارده عامل تشكيلات او تغييرات تبديلات كثيره يا كابتن صبري. ده هو بس 4 او 5 لعيبه من الماتشين 3 اللي فاتوا، فتغيير كتير جدا. وده على فكره كابتن يعني ده ممكن يبقى فيه فوائد كتيره وممكن ما يبقاش فيه فوائد. سلاح ذو حدين بالظبط. طب قول لنا التشكيله كده كابتن صبري لو معاك بعد اذنك. تشكيل منصور عاطف نصحي، اكرامي عاشور، نادر السيد، وعبيد علي، ايهاب سمير، فرج كمال، دول الثلاثه في نص الملعب. فرج كمال وكريم بدير وابراهيم اسامه، الثلاثه قدام احمد لاشقر، احمد شبلي يعني، ايوه، واحمد حجازي وعبد السميع ابراهيم. ف هو ممكن يكون الكابتن ياسر ليه رايين يعني في الكلام. في فرقه اللي هي لعبه الماتش اللي قبل كده اللي هو اتعدى. الماتش ده ممكن ما كانش فيه توفيق واللعيبه ما كانتش كويسه وكان فيه مشاحنات كتيره جدا، فبرضه مش عايز يلعب ماتش بلعيبه عملت مشاحنات مع اللعيبه الثانيه. تمام. عشان هو خايف على الماتش، لان هو يهمه جدا ان هو لازم يكسب يعني. صح. والحاجه الثانيه ان ممكن اللعيبه دي خسرت في اخر ماتشين 3، فما فيش توفيق كده من عند ربنا سبحانه وتعالى، ولا اللعيبه دي بتادي الاداء الكويس اللي هو يعني منتظر من نادي المنصوره، فبيدفع بعناصر جديده عشان يعمل دوافع اخرى ومكتسبات اخرى يعني. طب كابتن صبري بيلعب باثنين تحت السن، عنده نادر السيد في خط الدفاع وعنده عبد السميع ابراهيم تحت راس الحربه، برضو ده يعني هل ده ليه مغزى او ليه معنى؟ بص دايما نادي المنصوره لو انت شايف ان فرقته دايما كلها ولاد صغيرين، دايما يحط 2 3 من اللي هم العناصر اللي عندها خبرات يعني. فهو طبعا برضو ده ذكاء من المدرب. النهارده ماتش اعصاب، هو بيلعب مع احسن الانديه في المجموعه بتاعته، فعايز يدي للاعيبته الطمانينه. زي عصام الحضري ما لعب في ماتش غانا الاخير بتاعنا بتاع المنتخب. صح. وهو عصام ما كانش احسن الحراس في هذا الوقت يعني. بنشوف مع حضراتكم التحضيرات والتسخين الاخير قبل بدايه المباراه. على فكره فاركو مش هنحسب بقى مباراه المنصوره، لعب 5 مباريات على ملعبه، تعادل في اول مباراه مع حرس الحدود سلبيا وفاز 4 مباريات على ارضه، وده معناه ان فاركو حافظ ملعبه بشكل كويس جدا. والمنصوره وفاركو بيلعبوا على الملاعب الواسعه، وده موجود في الملعب الفرعي لاستاد برج العرب. المنصوره اخر 3 اسابيع ما كسبش، اتعادل في مباريتين، اتعادل مع الغزل 0-0 وتعادل مع شربيني 2-2 وهزيمه اخيره امام الاولمبي ب3 اهداف مقابل لا شيء. فالمنصوره وضعه شويه هيبقى صعب. على الجانب الاخر فاركو جاي من هزيمه من وادي دجله ب3 اهداف مقابل لا شيء، وايضا
كان اتعادل في المباراة الأخيرة مع نبروب بتعادل سلبي 0-0، وكان فاز على الحمام بنيران صديقة من لاعب الحمام بهدف للاشيء. فبالتالي أيضا فاركو بعد سلسلة من الانتصارات والنتائج الإيجابية مع كابتن خالد القماش الكيرف نزل شوية. ترى مين هيتفوق على مين النهاردة؟ ده اللي هنتابعه من خلال أحداث المباراة، ولكن خلونا نشوف توقعات الجهاز الفني ولاعيبة نادي المنصورة. وأيضا كاميرتنا كانت موجودة امبارح مع مراسلنا وائل مونجي واللي كان موجود معاهم في التدريب الأخير. خلونا نشوف قالوا إيه قبل بداية المباراة. طبعا مباراة فاركو المعادة طبعا مباراة مهمة جدا، يمكن الفترة اللي فاتت كان فيها شوية إخفاقات كده في النتائج، والنتائج ما كانتش على قد اسم فريق نادي المنصورة وكده، ويمكن كان طموحنا أكبر إن احنا في الدور الأول وفي المباراة اللي فاتت نقدر نجمع نقاط أكبر ونكون قريبين من المنافسة، حتى لو مثلا بعيد عن المركز الأول بعيد عن مثلا نقطة أو نقطتين ثلاث نقاط بكثير، لكن فارق نقاط برضو يعتبر يعني كبير نسبيا، لكن ان شاء الله بنقبل ان الكبوه اللي بيمر بها نادي المنصوره في الفتره دي ان شاء الله تعدي. ان شاء الله يبقى في ماتش كويس، لان احنا جمهور المنصوره زعلان واحنا لازم نصالحه، لان بقى لنا فتره كبيره قوي يعني عايزين نكسب وعايزين نعمل لهم حاجه نحقق لهم اي مكسب، لان هم بصراحه انت شايفهم ورانا في اي مكان، ما بيسيبوناش في اي مكان، وان شاء الله ان شاء الله نرد عليهم الماتش الجاي ونهديهم المكسب باذن الله. ماتش فرق الحمد لله رب العالمين شغال بشكل كويس، النتائج مش مساعدانا بشكل كبير، لكن ان شاء الله رب العالمين عندنا ثقه في ربنا سبحانه وتعالى اولا ثم اللعيبه والجهاز الفني ان احنا نقدم مباراه كويسه ان شاء الله ونطلع بالثلاثه وانت باذن الله. الدوري لسه طويل ولسه مفيش حاجه، لسه في دور تاني كامل وفي ماتشات لسه في الدور الاولاني، القمه لسه ما اتحسمتش وبطاقه الصعود لسه ما اتحسمتش، لسه بدري على الكلام ده. فريق المنصوره فريق كبير وفريق بيعرف يرجع تاني، كان في سنه من السنين نادي سموحه كان فارق عن نادي المنصوره 12 بونت، ونادي سموحه ونادي المنصوره قدر ان هو يجيب نادي سموحه ويصعد الدوري الممتاز. والله انا عايز اقول بس ان احنا ادائنا في الملعب غير نتائجنا خالص والله، يعني حضراتكم شايفين بتشوفوا الاستوديو ان ادائنا احنا كويس خالص والله، بس سبحان الله النتيجه مش معانا، يعني في ناس كتير كده في فرق كتيره بتلعب بس ما بتكسبش، احنا من الفرق دي، فان شاء الله القادم احلى ان شاء الله وربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي. نروح لكابتن جمال عبد الحميد ونشوف رأيه في فاركو النهاردة. فاركو أحد الأندية اللي بتعتمد على السرعة القوة العرضيات، الجمل الفنية والتكتيكية بتبقى قليلة شوية، بيعتمدوا على التسديد من الخارج، الكرات العرضية، خبرة اللاعبين اللي عند فاركو. فاركو هيستغل النقطة دي يا كابتن جمال النهاردة، وخصوصا أن كابتن خالد ما عملش زي ما اتفقنا غير تغيير أو اتنين. أنا هاخد من كلمة الكابتن صبري حاجة حاجة، الإمكانيات. يعني الرجل اللي قدامي ده اتكلم بطريقة حلوة جدا، الامكانيات بتفرق مع اي نادي، يعني في ساعات نادي يبقى فقير جدا تلاقيه في الدور الاولاني الدور الاول ماشي ايه، ويجي مثلا اخر ماتشين في الدور الاول ويخش على الدور الثاني يبقى مثلا من 15 ل 12. الامكانيات بتفرق هنا، حتى المكسب الكتير بيتطلب مكافئات، بيتطلب معسكرات، بيتطلب جهد جامد جدا، لبس جديد، فبالتالي النادي ما بيعرفش يعمل اي حاجه، فاللعيبه بتزهق فبتدي تقع تاني. فالكلمة دي مهمة جدا كابتن صبري قالها، ان في الاخر زي ما قلنا اتفقنا من اول حلقة اول ما قعدنا في استاد بلدنا قلنا الفرق اللي عندها امكانيات هي اللي هتكمل في الاخر، صح. وهي اللي هنشوفها في الاربع فرق اللي قدام، ففاركو فعلا من الفرق اللي هي عندها امكانيات واللي جابت لعيبة كويسة ولعيبة دوري ممتاز، ومن الموسم اللي قبل اللي فات كانت بتلعب كان لسه طالع صعدة جديد وكانت بتنافس على الاول ودخل الترقي. فانا اعتقد ان هي النهارده كابتن خالد القماش بالمجموعه اللي هو جايبها الكويسه اللي اتجابت قبل ما يجي يعني، وبتوع الدوري الممتاز اللي هو دعم بيهم، انا اعتقد ان الفاركو هتنزل مهاجمه من اول مباراه، لانها عايزه توصل بامكانياتها العاليه ديت تنافس الرجاء وتنافس البلديه وحرس الحدود وتاخد المكان
علشان الامكانيات الجميله دي، وهي تعتبر اغلى عقد بالنسبه للاعبين، مكافئات كمان، فده مش مكانها، الرابع مش مكانها ابدا. واغلى مكافئات طبعا ما ينفعش، اكبر مكافئات، فما اعتقدش ان ده يكون مكانها. فعشان كده ممكن يكون خالد الماشي النهارده مركز قوي على المكسب علشان يخش مع المراكز الاولى الكبار، اول يعني. او ثاني او ثالث. كابتن صبري، يعني هل النتائج الاسابيع اللي فاتت لفاركو بالذات، يعني فاركو هزيمه من وادي دجله بالثلاثه، وقبليها تعادل من نبرو، تعادل مع نبرو 0-0، وبعدين فاز على الحمام بطلوع الروح زي ما بنقول بهدف بنيران صديقه، يعني الكيرف بتاع فاركو قل شويه بعد خمس انتصارات متتاليه ب 15 بوند، تتوقع ليه الاسباب دي؟ والله انا في سبب رئيسي، انا دايما بتفرج على الماتشات دي، ان فريق فاركو ما بيغيرش كتير، يعني اللعيبه نفسهم هم اللي بيلعبوا، يعني حتى التغييرات. طب ما دي حاجه ايجابيه مش حاجه وحشه. لا ما دايما بقول كل ثلاث، ايوه كابتن، مش السنه دي، كل السنه دي طبعا كل ثلاث ماتشات، كل ثلاث ايام ماتش، ده 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 دي غريبه على اللعيبه المصريين يا كابتن فايز خالص، ولعيبه على وغريبه على الدوري المصري يعني. فدي من ضمن الحاجات يعني. ثاني حاجة الفاركو اتغلب، اتعادل بره مع نبروف، الملعب صعب جدا، صح 0-0، يعني اللي بيكسب نبروف ملعبه ده بيلعب بطريقة تانية يعني. لازم يبقى ليها في طريقة تانية للعب يعني. الماتش الحمام اعتقد برضه ان هم كانوا افضل، بس الجول جه عن طريق نيران صديق. انا شفته فهو كسب. والماتشات دي كابتن فايز محتاجه المكسب يعني، محتاج ان انا ادي الاداء بتاع المكسب. هو انا ليه اتكلمت على الاسيوطي اما قلت فريق الجونه بيلعب كره، احسن فريق بيلعب كره في الصعيد، لكن الاسيوطي هو بيلعب لعب عملي، هو بيلعب لعب للفوز، عايز يصعد. السنه دي هم حاطين هدف كبير، الهدف ده، وهم مش باصين لاي حاجه ثانيه، هم بيلعبوا كويس في كل حاجه، لكن هم بيلعبوا على المكسب يعني. فطبعا انا اعتقد ان النتيجه بتاعت وادي دجله برضو بالنسبه لفاركو طبيعيه جدا، هتاثر عليهم؟ لا خالص مش هتاثر، اصل ماتشات الكاس برضو بتختلف يعني. طيب انا هاخد من كلمه تاثير يا كابتن جمال، امبارح تابعنا ماتش الجونه والالومنيوم، وكان واضح تاثير السفر ومواجهه كاس مصر، وخصوصا الفرقتين الالومنيوم لاعب الاهلي والجونه كان لاعب الداخليه، كان واضح عليهم الاجهاد، واضح عليهم ان هم عايزين يخلصوا من الكره بسرعه. هل ده هنشوفه برده في مباراه فاركو النهارده، وخصوصا فاركو برده قدم مباراه بدنيه قويه قدام وادي دجله؟ لو ممكن نشوفها على فاركو، ما نشوفهاش على المنصوره، يعني المنصوره يستغل النقطه دي. انت بتقول الجونه والالومنيوم هو مين اللي كسب؟ الجونه 1-0 بس كابتن جمال، كانت ماتش ليه علشان ملعبها؟ لا هو جول جه وخلاص وما حاولوش، لا يعني علشان بتلعب في ملعبها فاستريحت مثلا، ايه نقول استريحت 10%، انما الالومنيوم ما استريحش خالص. انما دلوقتي المنصوره مستريحه خالص، والفاركو هي اللي لعبت، كانت في القاهره ورجعت تاني ولعبت مباراه قويه جدا في كاس مصر. فممكن يكون الارهاق يظهر على فاركو، وانا اعتقد ان الارهاق هيظهر على فاركو. ليه؟ لان التغييرات مش كتيره، حتى يعني اللعيبه الاساسيه اللي هي لعبت وعملت مجهود قوي جدا جدا موجوده. صح. يعني شفنا معتز زينو في اخر الماتش يعني برده مش قادر، لان الموضوع كان صعب جدا بالنسبه له. علاء شعبان برده يعني الشوط الثاني، حتى انا ووليد وجمال قلنا ان لو فاركو كمل البدن الشوط الثاني هيعمل نتيجه كويسه، ولكن الشوط الثاني اخر ثلث ساعه كان بان التعب عليهم، لانه برده سافروا. صح. فانا بعتقد ان الاجهاد هيظهر على فاركو، مش على المنصوره. المنصوره طلعت من الكاس بدري، طلعت من الغزل، طلعت بدري. فما الارهاق هيبان على وكمان مسافرين المنصوره، الماتش في المنصوره مش كده؟ وكمان مسافرين المنصوره، فانا اعتقد الاجهاد هيبان. مين مسافر فاركو؟ لا الماتش في برج العرب. في برج العرب لا يبقى برضه بس المنصوره مريحه اكتر. ماتش يعني. لا ماتش كاس مصر كان اقوى. كان قوي جدا. طب كابتن صبري المنصوره يستغل بقى النقطه دي؟ كابتن برضه معلش انا هكلمك على الالومنيوم، وانت بتعمل مقارنه يعني الالومنيوم والجونه. الالومنيوم جاي من نجا حمادي مش في طياره، جاي في قطر النوم ولعب مع الاهلي يعني. الاهلي في القاهره ده خلي بالك بقى كمان من الشد العصبي بتاع اللعيبه والحاجات دي، وهم بذلوا اقصى جهد يبذلوه عشان يجاروا الاهلي. وبعدين المفروض ان الالومنيوم يطلع من هنا من القاهره على الجونه، انما هو 100% راح الالومنيوم، وبعدين من الالومنيوم رجع تاني على الجونه. دي مشكله كبيره جدا. طب والجونه؟ ما الجونه برضه خلصت الداخليه ورجعت تاني. معلش يا كابتن، من القاهره 4 ساعات. نجا حمادي اسال الكابتن جمال طبعا، انا كنت باخد 8 ساعات في القطر، وبعدين في الاتوبيس هتبقى مشكله كبيره جدا، لازم يطلع على هنا ومن هنا على
على الغردقه دي مشكله طريق صعبه جدا يعني. فاعتقد ان المنصوره وفاركو هم لعبوا كمان قبل الماتش ده صح. بس المنصوره ما لعبتش كاس مصر فمريحه شويه. ما هو برضو خلي بالك يعني اما فرقه فاركو تقعد اربع خمس ست ايام او سبع ايام حاجه كويسه مش وحشه يعني. وبعدين طبعا المنصوره هو اللي هيجي لها زي ما حضرتك قلت كابتن جمال ان هم بيلعبوا في اسكندريه وقاعدين في اسكندريه يعني. طب المنصوره في ماتش الاولمبي كان عندها مشكله على الاطراف يا كابتن صبري والاولمبي استغل الموضوع ده وكان برضو عندهم اخطاء دفاعيه بحته يعني كانوا بيتغزلوا بسهوله جدا. هل فاركو هيلعب على النقطه دي ويلعب على الاطراف وخصوصا ان هم عندهم حماده يحيى بيجيد العاب الراس؟ طبعا هو فاركو بيشتغل على الاطراف زي ما حضرتك قلت باك وقدامه هاف صح اللي هو علاء شعبان ومحمد سعيد وهاني السيد وشريف فاروق ده لعيب من اللعيبه الجامده جدا يعني لعب دوري ممتاز على فكره في مع الكروم زمان يعني. هاني السيد وشريف وطبعا زي ما حضرتك قلت اسلام جمارك او حماده يحيى الاثنين بيلعبوا كويس جدا جوه المنطقه يعني صح. وبعدين من وراهم اثنين كويسين جدا في الشوتنج وخاصه معتز يعني معتز اينو. ف لو المنصوره ما ظبطش الدنيا يعني وقفل من بره هيبقى الماتش صعب. هيبقى صعب على هو الماتش الساعه كام؟ 2:30 هو قدامه بالظبط تلت ساعه لا اقل ربع ساعه. احنا ناقلين من الساعه 1:30 1:30 و5 و2 لتلت كده بيسخنوا. اتكلمت في النقطه بس ما تنساش يا كابتن جمال الدنيا برد هناك في بلد العرب. في فرق بين التسخين ايوه الحماء فرق بين الوقت انا ممكن اسخن فيه لعيب. طب ما في لعيب بينزل يسخن لعيب بيتصاب في ثانيه او بياخد انذار والمدرب بيخاف عليه فبيقول له قوم سخن سخن ثلاث دقايق وبينزل يلعب الماتش كله مفيش مشكله. انا بتكلم بين الوقت والاحماء. الاحماء دوت انت بتعمل تسخين للعضله علشان انت هتستقبل مجهود قوي في ساعه ونص فالعضله هتستقبل ساعه ونص لما تيجي تسخن ساعه الا ربع وبعدين ساعه الا ربع تايم اولاني وبعدين ساعه الا ربع تايم ثاني انت بتعمل للعضله حمل ثلاث ساعتين ونص ما ينفعش ساعتين وربع ما ينفعش كتير قوي. فاحنا من ساعه ما نقلنا وهم بيسخنوا وبعدين لسه ما طلعوش. انا بقول لك الماتش ده الاحتياطي تاني. انا بقول الماتش بيلعب ما طلعوش انت صح يا كابتن. انا بقول الماتش هيتلعب الساعه كام؟ 2:30 يعني على الاقل لازم كان يطلعوا طبعا 2:15 او يطلعوا دلوقتي يعني يطلعوا دلوقتي وبعدين يغسلوا وشهم وبعدين يبتدي يتقال اخر كلمه وبيقروا الفاتحه طبعا جوه في غرفه اللبس وبعدين بيطلعوا يقفوا مع الحكم بتاع خمس دقايق مش كده على بال ما يسلموا على بعض. انما ده وقت طويل جدا جدا يعني انا وكاب صبري وحضرتك والساده المشاهدين هنقعد نتفرج الشوط الثاني اذا دول تكملوا الشوط الثاني بنفس المجهود انا اقول انا هغير فكري في التدريب خالص واسخن فرقتي بعد كده قبلها بساعه يعني يعني كتير قوي التسخين ده مش يعني مش لازم اكون اهو الدنيا ساعة ما ممكن في ربع ساعة اسخنك اخليك تولع في ربع نار طالعة منك وممكن في ساعة الا ربع اسخنك وما تولعش وما العضلة ما تسخنش ولا ايه يا كابتن صبري؟ طبعا يعني شايف بيسخنوا كتير جدا وستريتشات يعني انا بتكلم على الوقت العضلة بتستخدم الوقت قد ايه؟ يعني ده على فكرة يا كابتن جمال دي تاني مرة او تالت مرة يتكلم في النقطة دي الوحدة التدريبية وخسروا الفرقة اللي نزلت بدري خسر الفرقة اللي نزلت في وقت ميعاد التسخين بس يا كابتن صبري الاحمال الاحماء 25 دقيقة أو نص ساعة أو تلت ساعة هي اللي كسبت عندها طاقة لسه مخزونة اللي تطلعها في الشوط الثاني يعني من 2:50 بتطلع 2:30 خلاص تخش تغير وتنزل على طول تاكل موزة ولا بتاع ولا عايز بس يعني بعد إذنك برجاوي عايز بس أقول للمدربين حاجة صغيرة بس إحنا خدناها في الدراسات الدولية علشان بس ما يبقاش وهم للعيبة عيني الغلابة بعد إذنك يا كابتن صبري بعد إذنك اتفضل يا كابتن اتفضل كل المدربين اللي شايفين دلوقتي وكل الناس اللي شايفين دلوقتي انت دلوقتي كشخص عادي اما بيجي يفوتك القطر يعني انت رايح المحطه والقطر اتحرك وبدا يجري فانت خلاص هيفوتك القطر وانت لازم تسافر بتعمل ايه؟ تجري سبرنت وراه ازاي؟ تجري وراه بيجي لك شد بيجي لك شد ما بيجيلكش شد ولا بيجيلك مزق مع انك ما سخنتش مع انك جريت سبرنت اما اللعيب بينزل كل ده اتقالنا في الدراسات الدوليه اللي احنا خدناها بره في اوروبا اما اللعيب بينزل الماتش او بيلاقي 3 4 كور قدام يروح شايط واحده في الجول عشان يبقى يتفائل بيها ان لو دخل الجول هيجيب صح جول صح بيحصل هل بيجي له شد مزق من العضله الاماميه عشان شط ما بيجيش شد اما واحد بيهزر مع واحد في نادي ولا في اي حته وبعدين بيجري وراه فبيجري بين الترابيزات بيعمل زجزاج وبيعمل هل بيجي له شد ما بيجيلوش شد اذا الموضوع التسخين ده وهم ده عباره عن في بتنبه المخ
ان انت هتعمل مجهود فالمخ بيرسل للعضلات استقبال العضلات ديت، انما التسخين ده عباره عن تهيئه العضله والمخ للاستقبال اللي جاي، انه ما يكونش طويل وما يكونش قصير وما يكونش نص عادي. يعني يعني عايز اقول حاجه، الموضوع سهل جدا فما تحبكش الموضوع قوي، بس انا عايز اقول كده. خلونا نشوف موضوع القطر ده يا كابتن. ممكن دي جالك شد؟ موضوع القطر ده اوعكوا جالك شد. مش لازم قطر ورا الميكروفون. لا لا يعني بس ممكن يقف لك، انما القطر ما بيقفش. اي موظف طالع من الشغل وواخد معاه كيسين برتقان هيعمل سبرنت غير لعيب الكوره. لعيب الكوره ما قدرش يعمل سبرنت مره واحده. ايوه بكلمك جد والله. ليه؟ لازم، لانه هو من كتر التدريب بتبقى عضلاته ماسكه وقفشه شويه، فبينزل يعمل الاحماء عشان يعمل ريلاكسيشن واستعداد للكلام. لكن اي هات اي موظف يفتح سبرنت وهات لعيب كوره قول له اجري ورا القطر انتوا الاثنين، ده فعلا اللعيب مش هيقدر، واللعيب والراجل ده عادي عشان متدلع بقى. رجليه عشان متدلع بقى. طيب خلونا نشوف حصل يا كابتن سامي. خلونا نشوف تقرير عن مباراه اليوم، مباراه فاركو والمنصوره، ونشوف استاذ محمد باهي كاتب لنا ايه في هذا التقرير. تعددت المبررات والسبب واحد، هكذا كان قرار اتحاد الكرة بإعادة مباراة فاركو والمنصورة والتي انتهت بتعادل بهدف لمثله ضمن الأسبوع الرابع من دور القسم الثاني المجموعة الثالثة بسبب خطأ تحكيمي إداري من حكم المباراة، بعدما طرد لاعب فاركو رغم حصوله على الإنذار الثاني، وهو نفس الخطأ الذي ارتكبه أمين عمر في الموسم الماضي في مباراة نجوم المستقبل والنصر. وقرر اتحاد الكرة إلغاء نتيجة المباراة والتي تعاد عصر اليوم في الثانية والنصف، وتشهد المباراة اهتماما خاصا من الجبلية ولجنة المسابقات والحكام من أجل الخروج بها لبر الأمان لما يشهده اللقاء من حساسية بين لاعبي الفريقين. ويسعى كلا الفريقين لحصد نقاط المباراة، فالفوز يعني لفاركو التقدم للمركز الثالث، حيث يحتل أبناء الإسكندرية المركز الرابع 21 نقطة بفارق نقطتين عن حرس الحدود صاحب المركز الثالث 23 نقطة، ويعول خالد الأماش على خبرات لاعبيه سواء في خط الوسط أو الهجوم لإنهاء المباراة لصالحه. أما المنصورة بقيادة ياسر الكناني فيسعى لتعويض هزيمته في مباراته الأخيرة أمام الأولمبي بثلاثية لاستعادة الثقة وإرضاء الجماهير، خاصة بعد قرار إدارة النادي بقيادة إبراهيم مجاهد بتجديد الثقة في الكناني ليكمل المسيرة وفتح صفحة جديدة على أمل العودة للمسار الصحيح بعد تراجع الفريق للمركز السابع ب17 نقطة. فهل ستنتهي المباراة إلى ما كانت عليه؟ أم ينجح فاركو في استغلال إقامة المباراة على ملعبه وحصد النقاط الثلاثة؟ أم يعود المنصورة لدياره بأغلى نقاط؟ كابتن جمال عايز ارجع لك، وشايف المباراه او سيناريو المباراه هيبقى ماشي ازاي؟ ضغط من البدايه لفاركو ودفاع من المنصوره، ولا المنصوره هيجري فاركو؟ لا الفريقين في مستوى واحد، يعني المنصوره فرقه قويه جدا، وطبعا كلنا بنعترف ان المنصوره من موسمين او الموسم اللي فات واللي قبليه بتنافس على الصعود، وكانت الاقرب للصعود في كل المواسم اللي لعبتها، ويمكن هي حاسه بدلوقتي بهزه شويه، ولكن منصوره فرقه كبيره تعرف ترجع للماتش بسرعه زي ما اللعيب بتاعهم قال. وزاد ان فاركو بيأدي مباراه كويسه قوي بنشوفها، فانا اشوف المباراه متكافئه، مش هنشوف حد عالي على الثاني. حتى في المباراه اللي هي اتعادت 1-1 كان النتيجه 1-1 مش كده؟ 1-1 بس المنصوره هو اللي اتعادل في اخر ثانيه من ضربه جزاء. ماشي، بس الماتش 90 دقيقه، ما احنا دايما بنقول ايه لما بيجي يجيب دي اهداف او مشوار فاركو يا كابتن جمال في الدوري. اينو طبعا بتاع ضربات الجزاء، واينو الكرات الثابته من اللعيبه كويسه. عايز اقول لك ان هنشوف مباراه متكافئه بين الفريقين، لان الفريقين بيقدموا لنا مباراه كويسه من اول الموسم، هما بيقدموا مباريات كويسه. يمكن المنصوره قل شويه، انما برضو اداؤه في الملعب ما عندوش توفيق في احراز الاهداف، وفاركو بيأدي كوره جميله جدا جدا وبتسعدنا كمشاهدين. فان شاء الله هنشوف مباراه كويسه، مش هنشوف حد عالي على الثاني. تمام، الاثنين في مستوى واحد. كابتن صبري
توافق الراي كابتن جمال وان المباراه هتبقى او الكفتين هيبقوا متساويتين في مباراه اليوم؟ بص يا كابتن، فريق فاركو عنده لعيبه كويسه جدا تمام، ويعني لما كابتن خالد مثلا يقول في محاضره يا جماعه احنا عايزين نعمل كذا كذا كذا، ممكن يتنفذ مثلا 70-80%. صح. فريق المنصوره اما كابتن ياسر يقول في المحاضره انا عايز كذا كذا كذا، ممكن يتنفذ 50%. تمام. فالفاركو اداء اللعيبه هو الفيصل النهارده. ايه الفيصل مع فريق المنصوره؟ الروح القتاليه وعدم النرفزه، لان هم بيلعبوا بعصبيه عشان النتائج مش خدمهم يعني، فبيلعبوا بعصبيه شويه. فالروح القتاليه هي اللي تفصل عن فريق المنصوره، والاداء اللعيبه هو الفيصل في فريق الفاركو يعني ان شاء الله. احنا بنشوف اهداف فاركو او مشوار فاركو زي ما قلت مع كابتن صبري وكابتن جمال، ان فاركو بيعتمد على الاطراف والكرات الثابته اهو، وعندهم ناس بتجيد العاب الراس وخبره في الثلث الهجومي، وده متوقع ايضا في مباراه اليوم. طب كابتن صبري، احنا قلنا 6 لاعبين في تشكيله المنصوره بيبداوا اساسي، طيب دول ممكن اول مره الستة يبداوا مع بعض مباراه رسميه عكس التدريبات والمباريات الوديه، ده هيأثر على المنصوره؟ والله يا كابتن فايز، كل الكلام ده ممكن يبقى ليه سلاح ذو حدين. يا اما اللعيبه دي هتنزل عايزه تثبت وجودها عشان يلعب بعد كده، وممكن على فكره يكونوا لعيبه كويسه جدا وكابتن ياسر ما كانش فيه فرصه ان هو يحكم عليهم كويس يعني. فممكن يجي لهم ماتش زي ده، وبعدين الماتشات الكبيره اللي هي زي يعني المنصوره بيلعب فاركو، مش هيبقى زي المنصوره بيلعب فرقه من اقل شويه. هتلاقي فيه كوره، هتلاقي فيه اداء، هتلاقي فيه حماس وروح قتاليه في الملعب، فالكلام ده ممكن يخدم فريق المنصوره يعني. وممكن اللعيبه دي برضو تكون على المستوى الاقل شويه من اللعيبه اللي بتلعب، مش تخدم فريق المنصوره. لكن انا اعتقد ان ياما لعيبه كثيره جدا اتولدت في ماتشات زي كده يعني. كابتن جمال، برضو عايز ارجع معاك للمنصوره عشان ندي كل فرقه حقها. المنصوره شايف مباراه اليوم ازاي؟ كابتن ياسر خارج من هزيمه من الاولمبي بثلاث اهداف، وبصراحه ما ادوش في المباراه على الرغم ان هم فرقه حريفه وفرقه فيها لعيبه كويسه جدا، بس المنصوره برضو بقى لهم اخر مباراتين ثلاثه بحسهم بيلعبوا تحت ضغط 100%. لازم يلعبوا تحت ضغط يعني، بس مأثر عليهم الضغط ده كابتن. يعني ممكن اقول لك حاجه مهمه جدا في الجدول، الرجاء دلوقتي بيلعب تحت ضغط لانه الاول وعايز يكسب كل ماتشاته عشان ما يسيبش المركز الاول. البلديه نفس الحكايه ماشي، الحرس نازل من الدوري الممتاز لازم يبقى اول فبيلعب تحت ضغط. غزل المحله لازم يلعب تحت ضغط، نازل من الدوري الممتاز ومركزه وحش جدا جدا. صح. بيلعب تحت ضغط. كفر الشيخ بيلعب تحت ضغط لان المحافظ واقف جنبه ومسانده بكل قوته، مش عايز يظهر بصوره وحشه. بمناسبه المحافظ وكفر الشيخ، انا عندي كنت في كفر الشيخ الاسبوع اللي فات، وفي سيدي غازي فرقه بتلعب اسمها سيدي غازي، مركز شباب سيدي غازي، اول في الدرجه الثالثه، اول كفر الشيخ تبع كفر الشيخ. فبيقولوا لي يعني يا ريت سياده المحافظ ياخد باله مننا زي ما هو واخد باله من فريق كفر الشيخ، فاحنا برضو اول في مجموعتنا، ولو صعدنا هنبقى في الدرجه الثانيه، فدي هتبقى جميله جدا بالنسبه لنا وبالنسبه طبعا للمحافظ. فنتمنى ان محافظ كفر الشيخ ياخد اللي هو سيد نصر، يعني نظره بس لمركز شباب او نادي سيدي غازي، لان الناس يعني قالوا لي يعني ارجوك قول له يعني قول في وصل الرساله، وصل رساله، فانا بوصلها اهوت علشان يبقى ايه، وصلت الامانه. الاولمبي بيلعب تحت ضغط عشان نادي كبير وعايز يلعب، فكل الانديه بتلعب تحت ضغط، فالمنصوره بتلعب تحت ضغط عشان مش دوت هو المركز. تتوقع اهداف الشوط الاول يا كابتن جمال؟ الفريقين كويسين وعندهم هدافين كويسين، اتوقع. كابتن صبري، اتوقع هدف الشوط الاولاني؟ المنصوره لازم يلعب على الفوز وفاركو لازم يلعب على الفوز. مشاهدينا الكرام، هنروح مع حضراتكم لمعلقنا احمد عبد الرازق تعليقا على احداث الشوط الاول لمباراه فاركو والمنصوره والمعاده من الاسبوع الرابع. يا ترى الشوط الاول زي ما قالوا كباتنا النهارده في استاد بلدنا هيشهد اهداف؟ ده اللي هنعرفه مع معلقنا احمد عبد الرازق. لنجوم استاد بلدنا الكابتن جمال عبد الحميد، كابتن صبري المنياوي، كل التحية لكل السادة المشاهدين مشاهدي شاشة النهار رياضة، محبي ومتابعي كرة القدم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اسعد بكم معلق المباراه احمد عبد الرازق، مباراه فاركو والمنصوره قدام حضراتكم على طول اهوت التشكيل الفرقتين، تشكيل فريق فاركو النهارده في حراسه المرمى احمد فوزي، اربع لاعبين من اليمين للشمال، هاني السيد ناحيه اليمين، اسامه رجب وسعد محسن في قلب الدفاع، محمد سعيد باك شمال، محمد عبد الستار واسلام رشاد ثنائي الوسط المدافع، معتز اينو، محمد عبد السلام، علاء شعبان في وسط الملعب الهجومي، والسترايكرز او المهاجم الوحيد هو